مبادرة سفراء حول العالم، مبادرة تمت بالشراكة بين قسم الإشراف والتأهيل التربوي وقسم العلاقات العامة والعلاقات الدولية وحدة العلاقات الدولية بالوزارة. تهدف المبادرة إلى تجهيز مجموعة من السفراء، غالباً هم جميعهم مسجلين ضمن المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم. تهدف هذه المبادرة إلى تجهيز هؤلاء الطلبة لمخاطبة العالم الغربي باستخدام لغتهم التي يفهمونها وهي اللغة الإنجليزية. طبعاً أنا شاركت في هذه الدورة لحتى أوصل رسالة دولية للعالم الغربي حتى يفهم الصورة الصحيحة لمعاناة الشعب الفلسطيني، وأيضاً حبيت أني أوصلها باللغة الإنجليزية ولكن بالشكل الاحترافي المثالي عشان يكون واضح بالنسبة لهم. في البداية صراحة هاي فرصة عظيمة لحتى أشارك في مبادرة سفراء حول العالم اللي من خلالها حتفيد كل المشاركين، مش بس أنا، حتفيد كل المشاركين في صقل شخصيتهم، في إعطائهم وإكسبهم مهارات جدا عالية لحتى يكونوا سفراء حول العالم يقدروا يوصلوا صوتنا بشكل واضح وصريح. بصراحة أنا كتير ممنونة إني أكون أولاً مشاركة في هيك مبادرة وسعيدة إني أكون بينكم اليوم، وأنا حبيت أشارك في هذه المبادرة لأقدر أوصل صوتي للعالم، أقدر أوصل رسالتنا وقضيتنا الفلسطينية، ويمكن كمان أصحح الصورة الخطأ الموجودة عند بعض الناس أو عند العالم في الأماكن الثانية، الناس اللي ما بيعرفوا الصورة الصحيحة، الصورة الأصلية اللي هي مش معروفة أو خلينا نقول مخبية.